حياكم الله مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بأهم العناوين. المدى قائم مقام سنجار، استمرار التهريب والمظاهر المسلحة. العرب اللندنية: واشنطن تبقي على سفارتها في بغداد وتنخرط في جهود تأمين المنطقة الخضراء. العربي الجديد: الانتخابات العراقية المرتقبة، سجال التزوير يبدأ من كركوك. الترا عراق: وزارة النفط تعلن خطتها لتعويض نقص الطاقة وزيادة للمولدات الأهلية من الغاز. الشرق الأوسط: أكثر من 3900 وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة. القدس العربي: مقتل 30 عنصرا من قوات النظام السوري في هجوم لتنظيم داعش شرق البلاد. أي تايمز البريطانية: 3/4 إنجلترا ملزمة بقواعد صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا. أزمة العراق والهيمنة عليه وانتظار ما ستفعله أمريكا موضوع تناوله الكاتب في مقالة جاء فيها. طهران التي تعد الأيام تاريخ 20 من شباط وتاريخ 20 من شباط على التوقيت الأمريكي تعتقد أن العراق سيكون ساحة للمواجهة مع واشنطن في العراق، وأن نفوذها في العراق حتى ولو بالشكل السابق وأن استمرار نفوذها في العراق حتى ولو لم يكن بالشكل السابق سيسهل عليها عملية الحوار حول الملفات الإقليمية الأخرى. إن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قائاني إلى العراق التي حدثت على وجه السرعة لم تأتي من أجل استيعاب ردود الفعل المحتملة نتيجة الهجوم الصاروخي غير المسبوق الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد فقط، بل من أجل تثبيت معادلة أساسية تتعلق بالدور والنفوذ والسيطرة الإيرانية على المشهد السياسي والأمني والعسكري على الساحة العراقية، خصوصاً لجهة الرسائل التي حملتها. فزيارة تحمل رسالة إلى الإدارة الأمريكية الحالية والمقبلة بأن خيار طهران في عدم الذهاب إلى مواجهة عسكرية في هذه المرحلة أو في المستقبل هو خيار جدي، ولن تسمح في جرها أو في إجبارها على تقديم ذريعة تؤدي إلى الوصول لهذه المواجهة التي تخدم أطرافاً إقليمية تتخوف من إمكانية حصول تفاهمات مع الإدارة الأمريكية الجديدة تسهم في إعادة تفعيل الدور الإيراني على الساحة الشرق أوسطية وتكرس نفوذها في مناطق الصراع، وما يعنيه ذلك من تداعيات داخلية وخارجية تفرض عليها الانسحاب من مناطق نفوذها في بعض العواصم العربية. أما على الصعيد العراقي فهي رسالة إلى الداخل العراقي بأن طهران ما زالت تمسك بخيوط اللعبة في البلاد، وأن أي فصيل أو ميليشيا أو حزب لا سيما الولائية أو التي تدور في الفلك الإيراني ستعاقبه ولن تسمح له بالتفرد بالقرار من دون العودة إلى المرجعية في طهران. ويضيف الكاتب: وعلى هذا الأساس تتعامل مع الحكومة العراقية في إطار سياسة حافة الهاوية والحفاظ عليها من السقوط، في الوقت لذاته الإبقاء عليها عرجاء أمام حجم الأزمات التي تواجهها في ظل غياب أي حلول جذرية أو حقيقية. حول أزمة انهيار العملة العراقية أمام الدولار الأمريكي تحدث الكاتب عدنان نعمة في مقالة جاء فيها: الأحداث والتفاصيل تؤكد أن حكومات رد الفعل لا تستطع أن تقدم للعراق الحلول والأمان والاستقرار الذي يطالب به الشعب في كل العراق، بل إنها تزيد الطين بلة وتزيد معاناة الشعب وتسحق حقوقه حتى وصل الأمر إلى لقمة عيشه. إن كافة الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بعد الاحتلال البغيض هي حكومات رد فعل فقط،
لا تخطط إلى أبعد من أنوف حكامها ومستشاريها، ولا تتصرف إلا بعد أن تحل كارثة اقتصادية أو أمنية أو زراعية، حتى تبدأ بتحرك سلحفاة عجوز وتبدأ بالتفكير في كيفية تجاوز الكارثة وتحويلها إلى مجرد أزمة عابرة وبحلول لا ترتقي إلى تفكير أي مواطن بسيط يجد بأن كل الحلول التي تطرحها هذه الحكومات بمستشاريها العباقرة لا تتعدى سوى الحلول الترقيعية التي لا تمس جذر المشكلة ولا تتعاطى معها علمياً ومنطقياً وجذرياً. وهذا ما لمسناه في أزمات ومشاكل وكوارث الفساد المالي والإداري التي لم يجدوا لها ومنذ 17 عاماً عجافاً أي حل إلى الآن، وكذلك سيطرة تنظيم داعش على أكثر من نصف أراضي العراق وليس ثلثها كما يدعي البعض، لأن الأنبار لوحدها تمثل ثلث العراق، ثم أزمة البطالة، وبعدها كيفية التعامل مع مطالب المتظاهرين السلميين بعد أن وجدوا بأنه لا القناصات ولا الوعود ولا استبدال حكومة عبد المهدي بحكومة غيرها سوف ترضي طموح ومطالب الشعب. وحين نقول بأنها حكومات رد فعل فإننا نقصد ذلك تماماً، إلى أن اصطدمت بجدار العجز المالي وانهيار سعر الدينار فتوجهت إلى الاقتراض بدلاً من اختيار طرق متيسرة لها في دعم خزينة الحكومة، تبدأ بتقديم كل حيتان الفساد في العراق إلى المساءلة والمحاكمة. ويضيف الكاتب متسائلاً، هل بقي أي مبرر للشعب بأن لا يثور برمته لتغيير واقع الحال المزري من الجذور قبل الانهيار الكبير مثل ذلك الذي حدث في يوغوسلافيا؟ أما يزال في القوس ثمة منزعة. الصراع المفترض بين واشنطن وطهران في العراق تناوله الكاتب فاروق يوسف في مقالة جاء فيها: السلطة أعز على ملال طهران، وقم من كل مكتسباتهم التي حققوها عبر الأربعين عاماً الماضية، لذلك فإن اليسير عليهم أن يتخلوا عن ميليشيا في العراق. ما حدث في شوارع بغداد قبل أيام كان عبارة عن تمرين على التحدي، فشلت إيران في البقاء فيه حتى النهاية، فبمجرد أن وصلتها إشارات غاضبة من واشنطن تراجعت واعترفت أنها بعثت إلى واشنطن رسالة توضيحية، ولم يكن المقصود من تهديدات حزب الله العراقي التي انطوت على الكثير من السخرية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشخصه بقدر ما كانت حركة استعراضية أرادت تلك الميليشيات الأكثر قرباً من إيران أن تستفز الولايات المتحدة من خلالها بعد أن تعرضت سفارتها لقصف. الرسالة الإيرانية التوضيحية لم يعد مضمونها سرياً، فقد تملصت إيران من خلال بيان رسمي من مسؤوليتها عن القصف وأدانته، كما أنها بدت غير مرتاحة لما حدث من تداعيات بعده. هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها إيران بمثل تلك المبادرة، وهو ما يؤكد أنها حاولت أن تستبق الأحداث بعد أن صار عليها أن تستقبل وفداً عراقياً لم تكن زيارته تتضمن إلا سطراً أمريكياً واحداً: اضبطوا حركة أتباعكم وإلا ستدفعون الثمن. كان ترامب قد خص إيران بجمل نارية، لكن حدث ذلك قبل وقوع التطورات الأخيرة في بغداد التي بدت إيران من خلالها وكأنها تستعرض عضلاتها في وجه الولايات المتحدة. أحست إيران أن شعرة ربما تنقطع لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها الحرب، لذلك سارعت إلى إعلان براءتها، وهي التي كانت تصرح دائماً بأنها مستعدة لحرب مدمرة ضد الولايات المتحدة. ويضيف الكاتب أن من اليسير عليهم أن يتخلوا عن العراق كله مقابل أن لا يتورطوا في حرب، يعرفون جيدا أنهم لن يخرجوا منها سالمين، فما يروج له أتباع إيران في المنطقة محض أكاذيب. تخفيض قيمة الدينار العراقي وما جره من تبعات على البلاد تناوله الكاتب ثامر العاني في مقالة جاء فيها: إن فوضى الاستيرادات وفقدان السيطرة والرقابة على المنافذ الحدودية وحجم التزييف والفساد والتهريب
تتسبب في السباحة السوق العراقية وإغراقها بالسلع الرخيصة التي تكبح محاولات الارتقاء بالإنتاج المحلي. إن العلاقة بين تخفيض قيمة العملة والحد من عجز الميزان التجاري وتحفيز الاقتصاد الوطني ليست علاقة آلية، وإنما مشروطة بعوامل عديدة. فإن تخفيض العملة ينطلق من محاولة تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة بسبب تنامي النفقات، وإن العوامل والمحددات في هذه الحالة تكون أكثر وأوسع وتختلف طبيعة ومحتوى آثارها، فقد يكون لهذا التخفيض تأثيرات عكسية وسلبية، وقد تقود إلى الانكماش بسبب الضغوط التضخمية التي تنتج من ارتفاع أسعار الموارد الأولية والمستوردة. وفي ظروف ضعف المؤسساتية واضطراب الأوضاع العامة، فإن تخفيض قيمة العملة يكون له تداعيات سلبية، وهذا ما سيحصل مستقبلاً في الاقتصاد العراقي. إن هدف التخفيض في حالة العراق يأتي لتخفيف عجز الموازنة العامة من خلال شراء الدولار من وزارة المالية بسعر صرف أعلى، وهو أمر تتم معالجته أولاً من خلال إصلاحات هيكلية تهدف إلى زيادة إيرادات الدولة والسيطرة على النفقات غير المنتجة ومعالجة أوجه الخلل في السياسات الاقتصادية قبل اللجوء إلى خيار تخفيض قيمة الدينار الذي لا يبدو ضرورة ملحة، إذ إن السياستين النقدية والمالية غير قادرتين على اتخاذ الإجراءات الكافية لكبح الضغوط التضخمية الناتجة من تخفيض سعر صرف العملة المحلية بسبب عدم فاعلية أدوات السياستين لأسباب سياسية واقتصادية ومالية. ويضيف العاني، ينبغي قبل اللجوء إلى خيار تخفيض قيمة الدينار تصحيح تلك الأوضاع بما يؤمن تطبيق القوانين الجمركية وحماية المنتج المحلي ومكافحة الإغراق وحماية المستهلك. فيروس كورونا، اعتبره الكاتب عبد اللطيف السعدون أنه شخصية عام 2020 حول العالم، وهو ما تناوله في مقالة جاء فيها: مهما تكن التفاسير فإننا نحن البشريون البسطاء لم نجد مناصا من أن نستسلم لهذا القدر الشرير أو نغير من سلوكياتنا وعاداتنا على وفق ما يريده، وها نحن محبوسون في منازلنا نراقب كل ما نفعله، نمتنع عن معانقة أحبائنا أو مصافحتهم، نتباعد حتى ونحن داخل أسرنا، ونشعر بالأسى عندما لا نتمكن من توديع من نحب حين يطيحهم الوباء ويجبرهم على الرحيل. من يا ترى يستحق لقب شخصية العام أكثر من هذا الكائن الخرافي الممعن في التضاؤل والصغر؟ ولا يراه المرء ولا يسمع وقع خطاه قبل أن يغرز شوكاته في ثنايا الجسد ليوهنه ويجعله لا يقوى على إدامة حياته، حتى إذا استقر في مكمنه فتك به وأرداه طريحا من غير حركة ولا نأمة. إنه فيروس كورونا، يسمونه أيضا كوفيد-19، قاد حربا كونية على مدار العام احتل فيها كل المدن والأمصار، وتفوق فيها على كل ما أنتجته العقول الشريرة من أسلحة فتك ودمار، ومثل تهديداً لحياة 7 مليارات بشري، وهيمن على الأخبار العاجلة ومنشطات الصحف، واستطاع في عامنا الأسود الذي يغادرنا أن يطيح 80 مليوناً، وما زال على قوته ووحشيته حتى زاد من شوكاته وتحور جينياً في أكثر من سلالة جديدة كي يمكنه الحركة والفتك بأسرع مما بدأ، كما وأصاب بالشلل مرافق ومنظومات وسياسات دول لم تضع في حسابها أنها قد تتعرض لجائحة مثله، وقد أفاقنا على هشاشتنا وضعفنا كبشر وعلى غطرستنا وغرورنا، وكان يرافقنا شعور زائف بالأمن والأمان، وقد دفعنا كوفيد إلى الشك في كل ما تعلمناه في مدارسنا وجامعاتنا، وعرفنا أن الدنيا صغيرة وأن أي دولة مهما تنمرت في عزلتها وتصورت أنها في مكانة تتيح لها أن تخضع العالم لها سوف تصل إلى اكتشاف أنها كانت ضحية فخاخ كبيرة وأن قناعاتها محض هراء.
ويضيف السعدون في محابسنا هذا: نتابع أخبار اللقاحات التي دخلت هي الأخرى في دوامة التفاسير والنظريات والصراعات، لكنها في كل الأحوال بدأت تشيع في أعماقنا الأمل وتعزز إيماننا بالحياة وتحثنا على التعلم من الوباء وعنه. الأيديولوجية الصهيونية العربية كما وصفها الكاتب علي فخر تناولها في مقالة جاء فيها إن ما يفعله أولئك البعض من المثقفين والإعلاميين والطامحين للشهرة هو تخليهم عن مقاومة الاستعمار الخارجي والظلم الداخلي ونكوصهم عن كل مقاومة ضميرية أخلاقية إنسانية. إذا كانت الصهيونية اليهودية الكلاسيكية والصهيونية الأمريكية المسيحية الأصولية قد بنيت على ادعاءات أسطورية وخرافات دينية وأكاذيب تاريخية تعطي باسم الله العلي العادل المنزه عن الظلم والتمييز بين خلقه من البشر قطعة مسماة من الأرض لشعب مختار مفضل دون كل البشر، فإنه من الطبيعي أن يفعل بعض المحسوبين على الثقافة والإعلام العرب الأمر نفسه. وهكذا رأينا الصهيونية العربية الجديدة تبنى على أكاذيب وتلفيقات خيالية باسم دين الإسلام ودين المسيحية ومن خلال تفسيرات متناقضة لبعض الآيات القرآنية وباسم تزوير متعمد لحوادث تاريخية عاشتها الجزيرة العربية، وبالطبع تصاحب كل ذلك أغاني وأهازيج ورقصات تؤديها مجموعات مجيشة. ويدعي أصحاب مدرسة الصهيونية العربية تلك بأنهم إنما يمارسون البراغماتية الوسطية العقلانية بين الصهيوني المعتدي والضحية الفلسطينية من دون إعلامنا بالضوابط التي تحكم وتوازن تلك البراغماتية، إذ من دون تلك الضوابط ينتهي أصحاب تلك المدرسة إلى ممارسة الميكافيلية بأبشع صورها اللامنضبطة. وبالطبع فهم يدعون بأن غايتهم نبيلة تتمثل في مساعدة الشعب الفلسطيني، حتى لو كانت الواسطة لتلك الغاية قبول مجموعة ممارسات بربرية مثل استيلاء الكيان الصهيوني على 90% من فلسطين وتشريده لستة ملايين فلسطيني. ويضيف الكاتب هذا يطرح سؤالاً وهو: هل من قاع للتراجع الفكري والالتزام الأخلاقي في عالم الثقافة العربية؟ منحت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في موافقتها أمس MHRA في بريطانيا الأربعاء على استخدام جرعتين من اللقاح أكسفورد استرازينكا لتوفير الحماية ضد فيروس كورونا المستجد المسبب. ورغم أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية أظهرت أن المجموعة التي تلقت جرعة ونصف الجرعة من اللقاح حصلت على حماية أفضل من تلك التي حصلت على جرعتين، فإن الوكالة قالت إنه لم تكن هناك بيانات واضحة كافية للموافقة على فكرة نصف الجرعة والجرعة الكاملة، وبالتزامن مع البدء في حملات التلقيح ببريطانيا يوم الاثنين المقبل باستخدام لقاح أكسفورد أسترازينكا، والذي سيمثل دعما للقاح فايزر والذي تم البدء في حملات التلقيح به، يعمل الآن الفريق البحثي على إجراء دراسات إضافية لتفسير لغز الفعالية الفضلى للجرعة والنصف الجرعة، وهو ما قد يوفر عدداً كبيراً من الجرعات التي ستساعد في تغطية الطلب المتوقع على اللقاح. نتابع معنا بعض صور الكاريكاتور التي اخترناها لكم.
بهذا نصل لختام صدى الأقلام مشاهدينا الكرام، نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء.